طبعا احنا كأمهات هنطق من جنابنا واحنا قاعدين في البيت. الأم بقت مدرسة ومدرسة، ها؟ يا مروه لا بقينا كل حاجه، إيه الامهات بقت مامي والمدرسه وكل حاجه. صح صح، انت منوره النهارده مروه مايج مايج انت ما تعطشيش الجيل ما تعطشيش الجيل ما تعطشها اكلها. أيوه. ملوكه انت منورانا النهارده. احنا طبعا البلاد كلها في حظر طبعا، ولو ما فيش حظر فهو ما فيش تعليم غير عبر الانترنت اونلاين. ويعني مأساة بقى، انت بتعيشي بقى ايه مأساة حياتك دلوقتي؟ يعني تواجهي فيروس الكورونا، تطبخي، تغسلي، تذاكري للعيال، تشرفي على مذاكرتهم، طبعا يخلصوا مذاكره يزهقوكي في عيشتك لحد ما تحطي راسك على المخدة تنامي. احنا لازم بقى كأمهات نحافظوا على الثبات الانفعالي بتاعنا، يلا عشان ما نطلعوش بقى من فيروس الكورونا. ما نطلعوش الاسكندرانيه. طب يلا طلعوش من فيروس الكورونا خلاص بقى، يعني هنكلم نفسنا في الشوارع يعني. هنكلم نفسنا في الشوارع. طيب. ما كناش كلمنا نفسنا يعني. انت عامله لنا ايه بقى؟ زي جدول ده، لو ابتدينا هنا الجدول بتاع الصغيرين طبعا دي الام بتبقى متحكمه فيه، ان هي مثلا بتحط لنفسها جدول عشان تقدر تسيطر على حياتها في اليوم بوجود دي، لو مثلا ولادها صغيرين مثلا سنه وسنتين. فدلوقتي بقى بابا، لا طب انا ممكن اقوم اصحاني جنب البورد دي اشكرك عشان بس الناس ايه نفهم بس. انت دلوقتي بتقولي 9 صباحا، ايوه، ميعاد الاستيقاظ وتغيير الحفاضه ده بيبي، تمام، افطار الرضع الاولى، تمام، قضاء بعض الوقت للعب. فكر لو بنفسها. انا عندي مواعين مواعين بقى وحاجات كده يعني، بصي يعني نحط بقى شويه لعب شويه وبعدين ناجل المواعين شويه. ناجل طيب المواعين شويه. 10 قضاء بعد الوقت، 10 ونص هنعيشه بقى ونعمله تدليك خفيف بالزيت كده. تدليك طبعا، ما يعني احنا لازم نعمل رايت. الساعه 11 وقت الرضع، ما هو 9. ايوه انيمه بقى. ايوه انيمه بقى، ريحه شويه. مواعين بقى انا وغسيل. ايوه بعد كده بقى اهي اعمل مواعيني بقى. شفتي القيلوله؟ ايوه انجز بعض اعمالي بقى اثناء القيلوله، اشوف نفسي ومواعيني وبيتي وكده. وبعد كده بقى هيصحى من القيلوله بتاعته، لان ده المفروض ان هو طفل، فانا بحدد مواعيد الحياه. هيصحى من قيلولته امتى؟ لا يعني فرضنا ان هو بقى كده ظابط بالمنبه هنا الطفل كده من السيستم، هيصحى الساعه 2. 2 وقت الرضا. وقت الرضا يعني يا حبيبي حبيبتي مامتك. ايوه 2 ونص ايه؟ بقاء الطفل تحت نظرك بقى، وهيلعب على الارض كده. ايوه يلا بقى روح وعيش حياتك بقى، بس انا مراقباك وانا هروح انشر الغسيل. لا ما ينفعش ده تنشر الغسيل وتسيبيه كده، هو ده صغنن، ده احنا بنتكلمه هنا في السنه. امال اعمل فيه ايه؟ سنه سنتين. لا ما احنا غسلنا بقى وهنعمله كل حاجتنا اثناء ما الاستاذ نايم. يعني افضل عداله يعني. يعني ما هو انت هتسيبيه في الارض يبلع حاجه؟ هسيبه. انا بقول انا ثلاثه نشاط لتنميه الذاكره السمعيه والبصريه، نعمل له بقى ايه؟ بخ. نحط له طاقيه كبيره كده شويه بخ يا حبيبي كده، يعني نحسسه كده ايه ان هو ايه عايش معانا في البيت وبتاع. شوك شيخه. طب والست دي مين يعمل لها ايه؟ طيب هي لا ما هي بصي طيب. ام بقى وقاعدين في الكورونا وهي وجوزها، فاحنا هنحاول نظبط الدنيا كده عشان ايه. ما ثلاثه يمكن لعبه بخ. شوك شيخه. ايوه يعني حبيب ماما. ثلاثه ونص قيلوله بقى تانيه. طبعا ما هي دوت، احنا خلاص بقى اجازه واحنا لازم نحافظوا على النوم بتاعه عشان كده المناعه بتاعته تقوى. احنا دلوقتي عندنا كورونا. انيمه بقى. انيمه بقى طيب. يعني تفضلي بقى تعملي كل حاجاتك عشان تنيميه. طيب 4 ونص، هي ساعه ونص وجبه الطفل الاساسيه، ومثلا هدخل له حاجه بقى. وبعدين هنا هنلعب ونعمل له قراءه قصه مثلا تكون كلمتها كبيره شويه عشان يبقى تعمل له ذاكره بصريه. مع الاسره كلها. استحمام ثانيه واحده عشان كان بجد. طب دي ست عندها بيبي وعندها طفل تاني اكبر، هتحاول ان هي تنظم. احنا دلوقتي بنتكلم على ست لسه متجوزه وعندها ولد واحد بس. احنا هنا هننقل هنا. طب وده تبع ده؟ لا ده مش تبع ده، ده طيب. هنا بقى ولد كبير شويه، عنده قد ايه؟ مثلا هنبتدي من 3 سنين ان هو فهم الاوامر، لغايه بقى هنغير في المهام بتاعته لغايه ما يبقى عنده مثلا 9 سنين زي لولو كده. ماشي. هيصحى من النوم، المهام اليوميه بتاعته، هو انت بتعمل ايه الصبح؟ لو جبنا مثلا لولو سالناه انت هتعملي ايه الصبح اول ما تصحي من النوم، ونسالوها مثلا، نجيب لولو نسالها ولا احنا نقول له حاجتنا؟ لولو ممكن تقعد كده طبيعي وقولي لنا بقى يا لولو هتصحي ايه اول ما تصحي من النوم؟ اغسل اسناني. نغسل سناننا.
حافظين واغسل وشي كويس جدا. برافو شاطره عشان الكورونا. وبعدين بعد ما اطلع من التواليت اروق سريري وافتح البلكونه عشان يدخل هواء جديد عشان الدنيا كده ايه نغير الهواء. بعد كده نسرح شعرنا. بعد ما نروق الاوضه ممكن نسرح شعرنا بقى وننظم نفسنا ونعمل الحاجات دي. بعد كده نفطر. تمام. ممكن بقى ساعتها لو هو من 3 سنين احنا بقى عاوزين نشغله عشان حركته دي. ده دلوقتي جبت طفل كان مثلا بيروح الحضانه او بيروح المدرسه وقعدتيه في البيت حبستيه هو مش فاهم حتى مهما تقولي له هو مش هيفهم. فدلوقتي واحنا بنحضر الفطار تعالى انا وني كوبايه ونلعبه بقى. ايه جيب لي الكوبايه الصغيره، جيب لي الطبق الكبير، انا وني المعلقه، عد المعالق. طب الحاجات دي احنا يا جماعه صورنا دي وصورنا دي، يعني صورنا ده وده اللي هو فاطه الصباح وفاطه المساء، الاثنين دول يا جماعه لبعض. ايوه ده يعني هو 8 استيقاظ دخول حمام وغسل مش عارفه ايه. وانا بقول انه كمان يحصل وضوء علشان الصلاه. ما احنا هنا في ثوابت اذكار الصباح والمساء والصلاه اوكي والحفاظ على الصلاه. طيب يبقى الاستيقاظ المهام اليوميه دخول الحمام غسل الاسنان والوجه والايد تمشيط الشعر والوضوء وبعدين تمارين الصباح. ايوه الافطار وانتي مشاركه في اعداده على حسب السن. حلو. اللعب الحر الساعة 11 الساعة 12 وجبة خفيفة قبلها الأنشطة التعليمية بتاعته اللي كان المفروض إن هو ياخدها في الحضانة أو في المدرسة على حسب سنه. بس هما دلوقتي بيتعلموا أونلاين يا ماما. مش كل الولاد، هو ممكن يتعلموا أونلاين، في ولاد بتدخل تتعلم أونلاين. لا في كتير قوي دلوقتي من 8 ونص الصبح قاعدين قدام الكمبيوتر أو الأيباد أو أي مكان. في ولاد كده وفي ولاد هما كانوا في الحضانة يعني ما عندهمش منهج. انا بتكلم على الخاص. المدارس الحكومه بقى عندهم ايوه ان هم مثلا الانشطه التعليميه والاونلاين. حلو ان هم هنتفرج دلوقتي على البرنامج. انت بقى مديهم كام؟ مديهم ساعه انشطه تعليميه. انشطه تعليميه لان هو مش هيقعد اكتر من كده. حلو. ساعه لعب حر وجبه خفيفه الساعه 12 واحده قيلوله لان هنزود من النوم على فكره لان احنا دلوقتي اليوم طويل واحنا عاوزين نقوم المناعه. المناعه وينام وحبايبي اتنين انشطه ومهام. ايه اللي هي الانشطه والمهام؟ الانشطه والمهام بقى انت هتدي له اي نشاط انت مثلا او تلعبي معايا في نشاط مشترك انت وهو. وبعد كده هتعملي له مهام، المهام دي المفروض ان هو المهام الموكله ليه. انت هتقولي له راحه بقى دلوقتي اعمل المطبخ واعمل لكم الاكل لان يعني دلوقتي احنا كده بصي انشطه ومهام بقينا الساعه 2 2 ونص فانا المفروض اعمل الغدا اللي هم هياكلوه. انت بتنيميهم الساعه كام؟ 8 هنبتدي بقى الاستعداد للنوم. هو على حسب بقى كل واحد بينيم ولاده الساعه كام. احنا من الساعه 8 دلوقتي هنبتدي الاستعداد للنوم هنا في الفتره دي اللي هو انشطه ومهام وفتره توكيل المهام. انا دلوقتي عملت انشطه والمفروض ان هو هيقعد يعمل الانشطه بتاعته. الانشطه دي اوكي خلاص انا كده تمام انا كده تمام فهمتي الانشطه بتاعته دي والمهام الموكله ليه اللي احنا مثلا ايه انا دلوقتي هروح المطبخ اعمل حاجه حبيبي ايه رايك اللي انت تنظف مكان ما احنا لعبنا. انا ابتديت اعمل كده بقى قومي اغسلي المواعين. ايوه بصي اللي بتنظف دي امسحي الترابيزه مطرح ما لعبتي مطرح لو انت لان احنا عملنا انشطه فاستعملنا الوان استعملنا مثلا لعب فالدنيا بقت مكركبه حتى لو ما استعملوش هيشتغلوا في البيت حبايبي عشان يطلعوا الطاقه. ايوه طيب. هنزقي مثلا الزرع هناكل الحيوان بتاعنا كده على حسب اللي هم اللي دول بقى السلوك المرفوض ده لا لا المهام الموكله للاطفال ده طيب نرجع بقى تاني الساعه 5 قراءه قصه مع طفل 6 مناقشه احداث القصة. لا لسه احنا لسه الساعه 5 6 55 وقت حر يمكن استخدام الايباد موبايل بلاي ستيشن على ان هو يقرر بقى هو عايز 7 55 وقت العشاء 8 استعداد النوم حمام دافئ وغسل الاسنان ارتداء ملابس النوم ايه قراءة قصة قبل النوم ده من سن كام لسن كام؟ ده بيتغير على حسب مثلا من سن 3 سنين لغايه 9 سنين بس بيتغير النشاط على حسب الطفل. وانا اعمل لهم الجدول ده احطه لهم في ال بالاتفاق معاه. اتفق معاه؟ تتفقي معاه تعالى حبيبي ايه رايك النهارده هنعمل جدول احنا قاعدين مع بعض فتره طويله فاحنا لازم نتفق معاه لازم اسلوبنا يتغير في التعامل معاه. صح طيب خلصنا ده ودي المهام الموكله. ايه هو السلوك المرفوض؟ ان هو يعمل الحاجات دي اللي هي ايه بقى؟ احنا دلوقتي عمالين نضايق بعض ونطلع لساننا لبعض بقى والحاجات اللي بتحصل مع اولادنا دي فاحنا بقى نرسمها له. لو كان هو صغير 3 سنين ولا حاجه من فضلك بلاش تعمل الحاجات دي اللي انت بس تخطف لعبه اختك تهدي لها المكعبات بتاعتها او هي تعمل كده اللي احنا بنقول عليها الغلاسه بقى. طيب خش بقى على تالت جدول عندك دي الانشطه ده ايه الروتين اليومي الصباحي؟ ده الروتين الصباحي ده اللي هو المفروض ده
لو انت عندك طفلك صغير هو مش عارف يعني ايه روتين الصباح وانت دلوقتي اتفقتي معاه حبيبي احنا هنعمل جدول. ده تطبيق للجدول. ايوه تطبيق للجدول. أوكي. هنعمل له ستار وهنشوف هو المهام بتاعت الجدول دي هو عملها اداء المهام دي هو عملها ازاي، عملها بالتوجيه والتقليد بس، يعني انت دخلتي غسلتي اسنانك وهو قلدك ولا هو غسل سنانه لوحده، نعمل له بقى ستار ونكافئه. ماشي. دي هنا مثلا انت ساعتي مساعده كليه مثلا في غسيل وشه انت اللي غسلتي حطيتي على الحوض وغسلتي له ولا هو قعدتي تقولي برافو حبيبي انت بتعرف تغسل ايدك لوحدك، وخصوصا دلوقتي بقى كلنا لازم نغسل ايدينا كل شويه ووشنا ونحافظ على نظافتنا. مساعده بسيطه بدون مساعده خالص، وعلى حسب بقى هتجمعي له الاستار كله وان شاء الله لما نخرج هنجيب لك الهديه اللي انت تختارها. ان شاء الله لما نخرج. لما نخرج ان شاء الله. ان شاء الله نخرج قريب باذن الله وما يكونش في حاجه ان شاء الله. انشطه تعليميه. الانشطه التعليميه دي على حسب بقى ايه السن، لو هو عنده 3 سنين مثلا هيبقى هياخد شكل الحرف من خلال اللمس، لان هو دلوقتي بيتعلم كل حاجه من خلال الحواس بتاعته، فعاوزين نقوي له الحواس. مثلا هنعمله اي نشاط تعليمي ان هو مثلا الحروف مجسمات صلصال مش عارفه تسمعي صوت الحروف. احنا بنتكلم اللي بيتعلموا اونلاين اوكي، بس احنا بنتكلم ان الام دلوقتي بقت مدرسه هي اللي هتراجع، ما هو حتى لو اتفرج على الاونلاين هيتفرج ايه؟ مش هيقعد لك، هو ممكن يتفرج على الاونلاين وهو بياكل وهو بيلعب وهو بيعمل اي حاجه، مش هيبقى مركز قوي. يعني مرة ايه اكتر الحاجات اللي الطفل ممكن يطلع فيها طاقته؟ الرسم بيطلع الطاقه. هو احنا هنقول له الحركه والرياضه، دلوقتي مفيش حركه والرياضه بالزبط. فاحنا هنخلي الحاجات بقى المتاحه عندنا في البيت مثلاً اللي هي ايه بقى؟ اللي هي مثلا ان احنا نرسم، البازل، الالعاب اللي هي بتاع الذكاء اللي هي البازل اللي اجزاءه كتير، مكعبات اللي يبنيها، البازل متعدد القطع، الرسومات بمختلف انواعها، التلوين الكتير، الحاجات دي كلها بتطلع طاقه الطفل، وخصوصا ان هي كمان الحاجات دي كلها بتلزم الهدوء، واحنا قاعدين في البيت مهما كان بيتنا واسع مش هيكون مثلا زي المدرسه او زي النادي. فاحنا دلوقتي لو قلت له تعالى اجري ووقع لك حاجه في البيت طبعا انت حتى يعني كل الحاجات والجيران كلها هتسمع. فاحنا عاوزين نقلل. هل فكره ان انا اخليهم يقوموا بالمهام، ما انت بقى هتشغليهم هي المهام دي اللي انت هتشتغل بتاعت النظافه في البيت، هل ده يطلع الطاقه ويخليه مسؤول؟ انت دلوقتي عملت حاجه هننضفها، بعدين احنا قاعدين كلنا في البيت فلازم كلنا مسؤولين على البيت، يعني احنا مثلا في امهات كتير بتشتغل، الامهات اللي قاعده في البيت ما عندهاش مشكله قوي لان هي كده كده كانت قاعده في البيت وطفلها معاها صغير. دلوقتي المشكله اللي مثلا لو انت مثلا متعوده اشتغل ودلوقتي انا ما بروحش الشغل، فانت بتحس ان انت بتكتشفي ابنك وابنك بيكتشفك. لا ما بروحش الشغل وقاعده في البيت واليوم طويل كل حاجه يعني وانا بقيت اسم الذي انا كل حاجه. السؤال الاخير. ايه اكتر نشاط يتعمل للاطفال داخل البيت يسكت العيال ويبعدهم عني شويه ويخرج طاقتهم؟ ايه اكتر نشاط؟ هو اكتر نشاط زي ما قلت لك طالما جوه البيت بتشوفي تقولي له هو بيحب ايه ويعمله، ولازم النشاط دوت يكون حاجه بتتعمل عندك في على الترابيزه في البيت، فايه اللي هيتعمل في الحاجات دي؟ يعني مثلا انا سمعت مثلا والله اعلم يعني انه انا لو خليت ابني او بنتي ياخدوا المكنسه ويفضلوا ما انت تحت اشرافك ما ممكن دي اكتر حاجه تطلع طاقتهم. شغل البيت بيطلع الطاقه، كل شغل البيت، انت وانت في المطبخ هتشغليه، وانت في البلكونه بتنشري الغسيل هتشغليه، ناولني المشابك، ناولني الباسكت، ناولني الهدوم، ان شاء الله حتى تقولي لي ناولني هدومك انت من الباسكت بلاش هدومي انا. ممكن تيجي تروق اوضتي معايا، هتحسسيه ان هو مسؤول زيك، ما انتوا دلوقتي انت وهو قاعدتي في البيت، فاحنا الاثنين مسؤولين عن البيت دوت يتنظم. مش مسؤوليتي لوحدي. نورتينا النهارده. شكرا على الجداول دي. ميرسي. وملوكة انت نورتينا النهارده وعجبني جدا ان انت حافظه يعني مذاكره الطالبه يعني بصي الطالبه المجتهده جدا نبيغه النبغه العلامه القمر انت نورتينا يا لوكي. طبعا احنا الجداول دي كلها هنزلها على الفيسبوك على السوشيال ميديا عندنا هي بس اللي على الفيسبوك طبعا استاذنك يا مروه ان انزلهم. مروه متخصصه جدا في كيفيه التربيه وازاي نعدل سلوك الاطفال وازاي يعني نخليهم هادين ومؤدبين وكده، عشان كده احنا استعنا بيها انتوا نورتونا النهارده. مشاهدتي الاعزاء خليكم معانا وتابعونا وما زلنا معاكم وهي وبس.